السلام عليكم. النهاردة هنعمل أحلى وصفة ريزو وستريبس بتوع كنتاكي، وكمان صوص الريزو بتاع كنتاكي. طعم جميل ووصفة سهلة وبإيدينا، قرمشة فظيعة، جوسي من جوه، رز مفلفل، نكهة جميلة. شايفين اللون؟ نبدأ بتتبيلة الفراخ. هنحط 2 كوباية من اللبن الرايب، 1/2 معلقة من كل من ملح، فلفل، بهارات فراخ، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، شطة، بيضة، 1/2 كوباية كاتشب، 1/2 كوباية باربيكيو صوص، مستردة أو مش لازم مستردة، 1/4 كوباية مية مخلل الخيار، 2 مكعبات مرق الدجاج، ونقلب كويس. نقلب كويس جدا عشان مكعبات المرقة تدوب، نتأكد انها دابت، وبعدين نضيف الستريبس. هنقلبهم ونسيبهم يتبلوا، يعني اقل شيء 1/2 ساعة، ممكن نسيبها 12 ساعة، ممكن نسيبها من بالليل منقوع، طبعا هيبقى احلى، ونشيلها. بعد كده نبدأ نعمل رز الريزو. هنبدأ بشوية زيت في حلة سخنة، ونضيف عليهم قطع دجاج صغيرة، وده اختياري، يعني ممكن نعملهم وممكن لا. هنشوحهم لحد ما ياخدوا بس حاجة بسيطة كده من تحت، ونقلبهم ونتأكد ان هما هيشربوا ميتهم كويس. نقلب كويس قوي عشان نتأكد ان هما تشوحوا وشربوا المية، وبعدين نرفعهم في طبق. بعد كده نضيف 2 معالق كبيرة من الزبدة في نفس الحلة، وعليها بصلاية متقطعة رفيع، ونقلب لحد ما تتشوح كويس. نضيف 2 معالق من الثوم أو 2 فصين ثوم مفرومين أو مبشورين، ونقلبها بس تاخد ريحة شوية، ونضيف الرز المصري المغسول ومنقوع 1/4 ساعة، ونقلب كويس علشان حبات الرز كلها تتغلف بالزبدة. نضيف 2 مكعبات من مرقة الدجاج أو بودر الدجاج، ونقلب. نرجع نضيف قطع الفراخ اللي شوحناها، ونقلب كويس برضو، ونحط عليهم 1/4 كوباية صويا صوص، و2 معلقة من الكاتشب، 2 معلقة من الهوت صوص، 1/4 كوباية من الباربيكيو صوص. الهوت صوص هنا اختيار، يعني ممكن ما نحطوش. لما يتشوح الرز كويس نضيف المية، طبعا المية على حسب كمية الرز اللي احنا عاملينها. الرز المصري 1 كوباية رز ليها 1 كوباية مية، ونغطي عليه لحد ما يتشرب ونوطي عليه. نبدأ في تغليف الستريبس. هنحط 1.5 كوباية من الدقيق، عليهم 1/2 كوباية من النشا، 2 معانا بهارات عبارة عن ملح، 2 معلقة بيكنج باودر، 2 مكعب مرقة دجاج، بودر ثوم وبودر بصل، فلفل، ونقلب كويس. ونبدأ في تغليف الستريبس. هنحط قطع الستريبس كده في الخليط بتاعنا، ونقلب، نغطيها كويس، نرجع نشيلها، ننفضها، ونحط عليها دقيق تاني، يعني نعملها كده 3 مرات 4 مرات. كل ما بنعمل كده بيلزق عليها الدقيق، بس ياريت نصفيها كويس قوي من مية التتبيل أو من خليط التتبيل. نقلب كويس من كل ناحية، وننفض، ونرجع نحطها في صينية جنبينا كده يكون مرشوش فيها دقيق، وممكن نرش على الوش كمان شوية دقيق. بعد كده هنكون مسخنين محضرين طاسة فيها زيت عميق طبعا سخن، ونبدأ ننزل بقطع الستريبس، نقليها كويس من الناحيتين لحد ما تاخد لون ذهبي جميل، اللون اللي احنا عارفينه يعني، وده بيكون شكلها طبعا ماسك نفسه ومقرمش ومن جوا جوسي. ياريتكم سامعين صوت القرمشة، يعني فظيعة، والريحة روعة، أحلى من كنتاكي. أهم حاجة بس لما نطلعها من الزيت
ما نحطهاش على مناديل المطبخ، نحطها على راك او على شبكة علشان ما تطراش معانا. دلوقتي بقى نبدأ في عمل الصوص. هنحط كزرولة على النار او طاسة او اي حاجة، هنحط نقطة زيت وثلاث معالق كاتشب، معلقتين صويا صوص، معلقتين باربيكيو صوص، ملح، فلفل، سكر وشوية شطة طبعا اختياري، كمان معلقتين عسل، عسل أبيض بس ياريت ما يكونش فيه طعم، يعني يكون بيور يعني، ونقلب كويس. بعد كده بعد ما نطفي النار نحط فصين ثوم مبشورين بعد ما نطفي ونقلب، وكمان نحط شوية خل ونقلب كويس قوي، وكده صوص الريزو خلص معانا. أحلى صوص ريزو ممكن تدوقوه، ولا أروع ولا أحلى من كده، أحلى من كنتاكي. هنبقى نديله الطريقة، في أكتر من طريقة للتقديم. ممكن نغرف الرز في بولة كده ونقلبها على الطبق، نحط جنبيها قطع الاستريبس وشوية صوص من فوق الرز، ممكن كمان على قطع الاستريبس، ونحط الصوص الباقي في سوسيرة جنبيها للي عايز يزود. ممكن كمان نحطها في العبوات الورقية زي بتاعت كنتاكي، هنحط الرز في العبوة الورقية وعليها قطع الاستريبس من فوق، وعليها من فوق صوص الريزو. طبعا مفيش أحسن من كده، مفيش أحسن من حاجة البيت ولا أطعم من حاجة البيت، حاجة عاملينها بإيدينا ضامنين اللي فيها، عارفين فيها ايه، ولادنا بيحبوا ايه نزوده، ما بيحبوش ايه نشيله. طبعا مش قادرة اقول لكم يعني هجوم حصل اساسا، ما كانوش مستنيين اساسا. فطبعا الريحة جميلة والطعم جميل، قرمشة جميلة، تحفة. ياريت تجربوها، مقادير مظبوطة جدا، طريقة مظبوطة جدا، ولا اروع من كده. يا رب يكون وصفة النهاردة عجبتكم، وياريت حد يجربها ويقول لنا رأيه في الوصفة ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناة ورأيكم في الفيديو بتاع النهاردة. مفيش رزايا.